كنت عايزة أقولك عشان طيبة بمناسبة رمضان، وعايزة أعرف منك أول يوم رمضان بتعملي إيه؟ أول يوم رمضان زي أي بيت عادي، بنعمل أكل عادي. وفي رمضان بتحبي رز معمر؟ آه جميل. بتعملوه كلكم بقى، تتعزموا برا والطقوس بتاعتكم بتبقى إيه في رمضان؟ لا إحنا بنبقى في بيتنا، يعني إحنا في بيتنا ما بتأذنش بقى. أستاذة آية بعد إذنك، بس بعد إذن حضرتك، ممكن لما تيجي تختاري كلام ما تجيبيش كلام أنت مش عارفة تقولي كتير، علشان بس ده مش هينفع يزعل. طب زعلانه ليه؟ طيب ايه اللي حصل؟ خالص كل شويه بتهزقيني قدام الناس. لا مش بهزقك، مش بهزقك، ما حدش بيقدر يهزقك. لا 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 مش بهزقك، انا بتكلم معاكي على فكره، انا بتكلم معاكي. حضرتك ما بتكسفيش قدام الناس. لا لا ما تكسفيش، ما تخافيش خالص، كملي شغلك عادي جدا. لا مفيش، لا لا عادي، كملي اسئلتك معاها. لا لا يا حبيبتي، لا لا كنت فاهماني؟ ايوه انا فاهماكي. لا فاهمه كلام، فاهمه كلام. لا بس ما ينفعش عشان الناس لما تتفرج علينا ما يبقوش متلخبطين في الكلام. لا انا فاهمه كلام، انا وضحي لها الكلام اكتر. انا فاهمه كلام، وضحي لها كلام من غير عياط. ما تزعليش يا توبة هزاي. لا 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 تاني، هي ما تقصدش. لا لا هي ما تقصدش. لا لا يا عسل، ما تقصدش. ايه ده؟ في ايه ده عيال؟ ايه ده؟ هو استاذة آية، انت بتتكلمي عادي، ما حدش يقصد. امسك اخوك. على فكرة انت كلامك طبيعي وانا فاهماه وكله. تزعليش حبيبتي، ما تزعليش. استاذة آية، لا 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 يا حبيبتي مفيش حاجة. لا لا ما تزعليش والله ابدا، هي ما تقصدش حاجة، هي بتكلمك عادي، بس انا فاهمة كلامك وكله، انا فاهمة كلامك. ما تزعليش. انت زي العسل. انا اسفة، انا بعتذرلك، كملي سؤالك. معلش معلش، انا اسفة. ايوه على فكرة ما تقصدش والله. انا لا لا يا حبيبتي، خلينا نخلص، ده انت زي القمر. خلينا نخلص علشان دي. والله انت زي القمر. معلش. طب والله انت زي القمر. معلش، هي بس على قد عقلها شوية، بناخدها بس. قصدك ايه؟ انا معايا. قصدك ايه يا جعيله؟ قصدي شوية. طب ما انا معايا ابني ده تعبان. كويس. انا ابني معايا ده تعبان وزي العسل، اهو هي زي العسل. قمر. تزعليش خالص. طيب ممكن نخلص بقى بسرعة؟ هشوفي المايك بتاعي. هتشوفي زي القمر وربنا زي القمر. هتشوفي الميك اب بتاعي. طيب اتفضلي، انت زي القمر. ميرسي. اول يوم رمضان بقى بيجيب جايبيها شويات ويروح يشتري طاويح. اه طبعا طبعا. بتعملوا ايه؟ بيتعلموا. هو اول يوم بالنسبه لنا بيبقى يوم جميل، يعني بيبقى يوم جميل بالنسبه لنا. ويا بيروح يشتري طاويح عادي؟ اه بيروح يصلوا الطاويح. بيعرفوا؟ اه طبعا بيعرفوا. انت بتعلميهم؟ دوت هو ده تعبان بس بيعرف، لو قلت له صلي يقول لك هيصلي ويعرف يصلي قدام. استاذه ايه، انت جوه مزه ايه بقى؟ ايه ده؟ هي بتزعل على فكره، بتزعل. اتفضل انت يا استاذ نور. انا مش عارفه في ايه. هي بتزعل. انا ما بحبش انزل معاها شغل. تعالى معايا يا استاذ نور. تزعليش. لا 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 ما تزعليش والله. استاذه ايه، حد يعمل كده بالراحه بس. هي انا مش بتكلم بطريقه وحشه، احنا بنضحك مع بعض وبقول لك بس يلا علشان نخلص عشان عندنا شغل تاني. طب ما هي بتتكلم عادي زي ما انتوا بتقولوا لها. بس هي بتطول قوي واحنا عايزين نخلص شغل. انا مش عايزه. لا هي ما عملتش حاجه غلط. شايفه دماغها ويا ويا. لا انت ما تزعليش، ما تزعليش. انا مش هغير منك على فكره. هي مني عشان انا شغلت مذيعه وانت مش عارفه تشتغلي مذيعه. انت اشتغلتي بالواسطه. ما تجيش ده، انت مش عندك واسطه. انت اشتغلتي بالواسطه على فكره، ما اشتغلتيش بمجهودك. بس 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 ما تزعليش. ما تزعليش، ما تزعلي. مش عندك واسطه على فكره. هكاي واسطه. وهي انت جميله وهي جميله بس والله، وانت جميله هي جميله وانت جميله بس هي جميله. معلش 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 يا حبيبتي، كل سنه وانت طيب. ليه علي مريضه؟ دي عسل هي وجميله، هي مش مريضه ولا حاجه. بالراحه بالراحه. لا انت جميله. معلش في الشارع. يلا اتفضلي. عاقله وبتتكلم كويس جدا على فكره. فدي يا استاذه رايا. يلا يا استاذه رايا اسمحي ما تجيش هنا تاني. ما تضايقيش نفسك، ما تزعليش. ما تزعليش. هي اسفه وحقك هي حقك. لا لا يا حبيبتي ما فيش حاجه. عايزه نقف فين؟ نقف فين يا استاذ نور؟ هنا. هنا الواد ده واقف صح؟ الواد ده واقف هنا. اه خليه زي ما هو. عايزي؟ استاذ نور على فكره، استاذ نور انت كمان
مضطهدني معاها، يعني هقول استاذ احمد صبي على كل ده. انا بصراحه انا يا حبيبتي انت زي القمر، ما حدش مبتدئ كل حاجه. لا لا، ينزل معاكي او يشتغل معاكي، خلصينا بقى يلا بجد. بس جورج بيكلمني ازاي؟ بيكلمني وحش والله العظيم، بيكلمني وحش. لا لا طبيعيه جدا. لا لا ما ينفعش تبقي مذيعة. شايفة؟ ليه ما ينفعش؟ انا ما ينفعش ابقى مذيعة. لا لا جميلة على فكرة، بتتكلم كويس جدا على فكرة، حقك انا. يعني يلا كل الكوب كله غلطان. خلاص يلا خلاص 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 يلا خلاص 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 خلاص. ما تبصيش كده كل مرة، فاهم؟ تعيط كل مره، تعيط تمسح الميك اب بتاعها وترجع تشتكيني ان انا مطلعها شكلها وحش. بس هي قمر، هي قمر، هي قمر، هي قمر. انا ما بعيطش عشان مش عيله، عشان اقعد اعيط. هو ايه اللي حصل؟ انا اصلا مش بعيط، انا مش عيله كل شويه اقعد اعيط. صح جدع، عيط. لا ما تعيطيش بقى. ايوه كده، عيط. خليكي واثقه في نفسك. ايوه واثقه. ايوه جدع، خليكي واثقه في نفسك. يا 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 لو سمحتي، يا يايا حاضر، يايا يبتدي يايا. استاذه حضرتك كنت عايزه اقوليه بقى، اما بتجيبي فوانيس الولاد بينزلوا يلعبوا بيها زي زمان ويا بقى؟ اه خلاص بينزلوا طبعا، بينزلوا هو رمضان وهو هي هي الناس وكل حاجه. ايه بقى الحاجات اللي بتحبش فيها يا عيال شيرين؟ الحاجات اللي بحب اتفرج عليها في رمضان هي المسلسلات والاغاني القديمه بتاعت رمضان. عارفه بقى وانا بحب اتفرج عليها اكتر حاجه بحب اتفرج عليها؟ اكتر ايه؟ ممثل؟ ايوه ممثل. كل الممثلين على فكره جمال، كل الممثلين جمال. حبيبي يا استاذ ياسمين ربي. استاذ مين؟ ياسمين ربي. اه ياسمين صبري جميله جميله. استاذ محمد رمضان. اه طبعا طبعا. اه طبعا اه طبعا بحبه. اكتر حاجه بقى، اكتر حاجه بتحبي تتفرجي عليها برامج رعب بقى هو زي بتاعت استاذ رامز جلال وكده؟ اه جميل بتاعت حاجات رمضان. هو رامز هي حاجات بقى بتبقى يعني كاميرا خفيه وكده؟ اه طبعا. زي اللي احنا فيها دي. اللي ايه؟ زي اللي احنا فيها. لا بجد؟ والنعم. لا بجد، بس انت اتكلمتي على طول عادي. والنعم انت اللي عسل. والنعم انت اللي عسل. والنعم انت عسل. خدتي الصدمة؟ والنعم انت عسل. قولي خدتي الصدمة؟ اه خدتها. خدت الصدمة. خدت الصدمة. بس أنا وأنت طيبة. وأنت بألف مذيعة. والله أنت جميلة زيادة.